السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. هذه الحلقة سنناقش فيها الوضع الإنساني في مديرية حجور بمحافظة حجة ودور المنظمات الإغاثية والإنسانية. إذن دعت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي من وصفتهم بأطراف النزاع إلى حماية المدنيين بعد أن طال القصف مخيما للنازحين في مديرية حرض بمحافظة حجة، ما أسفر عن مقتل 8 مواطنين وجرح العشرات. نكبة إنسانية جديدة شهدتها اليمن تضاف إلى نكبات متراكمة نتيجة الحرب التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي. حرب طاحنة تشهدها مناطق حجور غرب محافظة حجة، وحدهم الأبرياء يدفعون ثمنها من أرواحهم واستقرارهم. هربنا من شديدة، ضربونا، قتلوا 8 أنفار الميليشيا الحوثية، قتلوهم، والآن هي زيادة عن 60 قتلهم جرح المخ لحد الآن عادوا في المخيم. طيب فين أنت رايح الآن؟ الآن عشان ننزحل أي قرى آمنة. للأسف معاناة جديدة تؤكد عجز الحكومة الشرعية عن استيعاب آثار المواجهات في هذه المناطق القريبة نسبيا إلى مواقع تمركز الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة. معاناة أيضا تثير التساؤل عن الغياب المريب للمنظمات الدولية المعنية على الأقل في تأمين عبور آمن للمدنيين. ترى ما الذي يبرر غياب أو تجاهل المنظمات الدولية، خصوصا الصليب الأحمر الذي يفترض أن يتواجد في مثل هذه الظروف؟ مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا من الرياض الفنان اليمني المعروف علي الحجوري، ومن محافظة مأرب الشاعر عامر السعيدي، ومن العاصمة المؤقتة عدن المنسق العام للإغاثة جمال بلفقيه. أبدأ معك سيد عامر السعيدي، مساء الخير. برضه خربان. سيد عامر، هل تسمعني؟ سيد عامر أسمعك. سيد عامر، أولا مرحبا بك ومساء الخير. مرحبا بكم ومساء الخير والعافية عليكم جميعا. أهلا بك سيد عامر. يعني نبدأ معك من تساؤل، يعني ما الذي يحدث في منطقة حجور؟ إن الذي يحدث في المنطقة هي الحرب، الحرب التي اندلعت في 2014 قادها الحوثي، وهو وما يجري هو امتداد طبيعي لها، غير أن الحرب الأخيرة في حجور عن كل الحروب التي خاضها الحوثي في الجبهات لها ظهر. سيد عامر، هل تسمعني؟ نعم. إذن يبدو أن هناك مشكلة في سماعك، يعني نتمنى أن تبقى بمكان تتواجد فيها الشبكة بشكل جيد. يعني سيد عامر، يعني أعد الكلام الذي تحدثت به، لم نكن نسمعك بشكل جيد. وما يجري في حجر في تلك الحرب، غير أن يفاجئ من مأساة أبناء المنطقة أنهم لا يمتلكون منفذا واحدا لإسعاف جريح أو لاستقبال مساعدات أو لإيواء نازحين. الحرب التي شنها الحوثي أخيرا في المنطقة وجاء بالعتاد العسكري المنهوب من الدولة، واستخدم الدبابات وعربات البي إم بي والمدفعية الثقيلة والهاونات والصواريخ المحمولة لكف أبناء المنطقة الآمنين في بيوتهم وفي مناطقهم من على حدود مديرية كشر مع عمران، وهو يتمركز الآن على مشارف وادي غور الفاصل بين حجور وعمران، ويقصف المنطقة ويشن الحرب منذ أسبوع تقريبا دون أن نسمع أو نرى أو نلمس أو مساعدة من الجهات الرسمية والمعنية. في شرعية الرئيس حجور أبو منصور هادي الذي يلوذ بالصمت حيال ما يحدث في حجور. نعم، إذن ابقى معي سيد عامر السعيدي. أشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا من الرياض الفنان اليمني المعروف السيد علي الحجوري. سيد علي، مساء الخير.
مساء النور والعافية. أهلا بك سيد علي، يعني أنت أحد أبناء هذه المنطقة التي تشهد حاليا معارك محتدمة مؤخرا، منطقة حاجور، يعني لو تحدثنا حقيقة ما يحدث هناك، يعني هذه المدينة كانت أو المنطقة كانت آمنة قبل أسابيع واليوم تشهد معارك محتدمة وموجة نزوح كبيرة. طبعا من خلال نحن تصلنا الأخبار كما تصل الجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر مع المتواجدين في أرض المعركة، ولكن الذي نراه ونسمعه أن هناك تخاذل عجيب من الشرعية تجاه قضية حجر وتجاه كثير من القضايا، الذي يبين لنا أن وراء الأكمة ما وراءها. فالشرعية خذلت حجر وحاولت أن توصل صورة سيد علي واضحة قبل أن نتطرق سيد علي قبل سيد علي قبل أن نتطرق لموضوع الشرعية، يعني يجب أولا أن نتحدث أو يعني نوضح للمشاهد يعني ما هي طبيعة المشكلة القائمة في حجور، يعني أن فجأة يعني تندلع مواجهات ويعني تتبين موجة نزوح كبيرة، ما الذي حدث في هذه المنطقة؟ الذي حدث أن حوثيين في فترة من الفترات عندما حاولوا أن يدخلوا إلى حجور وأن يكسروا شوكة هذه القبيلة التي وقفت بقوة أمامهم وانكسرت شوكتهم عندما أرادوا أن يدخلوا إلى حجور، بعد عندما طال الوقت أرادوا أن يكسروا شوكة هذه القبيلة مرة أخرى حتى يعيدوا ماء وجوههم الذي انكسر وضعف في فترة من الفترات، وما ساعدهم في يعني إيصال إلى كثير من أهدافهم وخذلان الشرعية والدولة اليمنية. نعم، لكن سيد علي يعني نحن تابعنا في منشور أخير لك على فيسبوك، يعني تحدثت في هذا المنشور أن أبناء هذه القبيلة يعني يرفضون الحوثي رفضا قاطع منذ فترة، وهذا ما أكدته الآن من خلال حديثك، ولكن يعني أنت ربطت الأمر بأنه مع اقتراب الجيش الوطني من هذه المديرية يعني سارع الحوثي على الهجوم على هذه القبيلة، يعني بينما بالمفترض أن يقوم الحوثي هو بكسب هذه القبيلة مع اقتراب الجيش وليس بمهاجمتها. لأنه يعلم مدى عصيان هذه الدولة أو هذه القبيلة لتطلعاتهم وآمالهم وأهدافهم، فبوصول الجيش الوطني واتحاده مع هذه القبيلة ستكون النهاية للحوثي في كل اليمن، لأن هذه القبيلة متميزة أهلها وأبنائها بالشدة والقوة والصلابة وتوحد أهلها، فهم أرادوا أن يضعفوا هذه القبيلة قبل وصول الجيش الوطني إلى حجور. نعم نعم، إذن تكرم البقاء معي سيد علي، سأعود لضيفنا الآخر عامر السعيدي. سيد عامر، يعني كيف يمكن تفسير يعني موقف الحكومة الشرعية الذي كما يبدو متخاذل تجاه قضية أبناء حجور وما يتعرضون له؟ عامر هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالسيد عامر السعيدي فقد وسنعود إليه مجددا، وأعود لضيفي السيد علي الحجوري. يعني سيد علي، يعني برأيك يعني لماذا كل هذا الخذلان يعني من قبل الحكومة الشرعية وأيضا التحالف لأبناء حجور الذين يعني استنجدوا وطلبوا الدعم والمساندة منذ أن يعني هجم عليهم الحوثيون؟ نحن كمواطنين لم نجد أي تفسير منطقي لهذا الخذلان العجيب في قبائل وقفت من أول من وقف أمام الحوثي في كثير من المعارك في كثير من المواقف، وتستغرب نحن لم نجد أي تفسير منطقي إلا أن هناك شغل تحت الطاولة نحن لا نعلم به، لكن آثار هذا الشغل السيء الذي تحت الطاولة نرى ثمراته في المواقف والخذلان التي نراه من الحكومة الشرعية. نعم، ابقى معي سيد علي. يعني ستنضم إلينا الآن السيدة نبيلة سعيد ناشطة حقوقية. سيدة نبيلة مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك سيده نبيله، يعني كيف تنظرين الى المأساة الانسانيه الحاصله حاليا في حجور؟ الحقيقه ان المآسي الانسانيه في اليمن هي مآسي غير من يعني لا يوجد لها مد زمني يعرف افق الانتهاء. نعم. هناك استمرار في انتهاك الانسان في اليمن، انتهاك لحق الإنسان في اليمن، حقه في الحياة، حقه في الاستقرار، حقه في العيش الكريم. نعم. هناك استمرار في تنكيل حصول الإنسان اليمني، امرأة أو طفل أو شيخ أو أي شريحة كانت، في أن يستمر على قيد الحياة أو أن يشعر بالأمان في البقعة التي هو عليها. نحن الآن نعاني، يعني نحن الآن أمام ظاهرة جديدة هي نزوح النازحين. يعني كنا نتحدث عن نزوح ناس يتصل إليهم قذائف الميليشيات أو قذائف التحالف. نعم. الآن نحن أمام شريحة جديدة تهدد الوضع الإنساني في اليمن، إن هي شريحة جديدة تسمى بنزوح النازحين. نعم. لكن يعني سيدة نبيلة، أين وطن؟ أيضا المشكلة الأكبر من هذه هو يعني تجاهل السلطات الشرعية وأيضا التحالف لمعاناة هؤلاء الناس، يعني كيف تنظرين إلى هذا التجاهل؟ يعني هناك تجاهل متكامل الأطراف، يعني منظومة تجاهل متكاملة. هناك تجاهل حقيقي من الشرعية، من التحالف، من المنظمات الدولية التي ترعى، بين قوسين ترعى حقوق الإنسان، وهناك تنكيل من ميليشيات الحوثي المتواجدة على الأرض. يعني هناك فعلا استفزاز لآدمية الإنسان في اليمن. معنى أن ترى أو تشاهد أو تبصر تماما المنظمات الدولية الوضع الراهن في اليمن، وأن هناك اختراق حقيقي وواضح أمام العيان للهدنة المسماة هنا أو هناك، ورغم ذلك لا يحدث ذلك أي حراك على مستوى البيان أو التنديد أو على مستوى إصدار تقرير رقمي أو إصدار أي ما يعبر عن المأساة التي تحدث في اليمن. نحن نخشى أن تصبح اليمن كلها عبارة عن حجور، تصبح اليمن كلها عبارة عن نزوح للنازحين في أماكنهم المختلفة. نعم. إذن سيدة نبيل ابقي معنا، عاد إلينا مجددا السيد عامر السعيدي من محافظة مأرب. سيد عامر، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك، ولا أدري إن كان الصوت واضح عندكم أم لا. الآن الصوت جيد سيد عامر، ولكن يعني كنت قد تساءلت قبل أن يقطع الاتصال منذ قليل، يعني الحكومة الشرعية والموقف المتخاذل تجاه أبناء حجور، كيف تنظرون إلى موقف الشرعية؟ حتى اليوم لا يوجد أي تصريح فيما يخص حجور. هذه طبيعة الحكومة، وهذا ما تعود عليه أبناء الشعب اليمني من هذه الحكومة، تخاذل وخذلان ولا مبالاة بدماء وقضايا الناس. لا يعلم الرئيس عبد الرب منصور أن هذه المنطقة ترفع صوره وترفع علم الجمهورية منذ بداية الانقلاب حتى اللحظة، ولم تدنس بالحوثيين، ولم تدخلها سلطة الانقلاب، وظلت وفية لهذا الرئيس الذي يفضل أن يتجاهل كل القضايا وكل المآسي التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني. لكن مواساتنا لهذا الموضوع أن معركتنا هي معركة من أجل اليمن، وليست من أجل شرعية أو شخص، شرعية لشخص أو فرد، وإنما هي معركة مصير من أجل مستقبل الجمهورية اليمنية ومستقبل الأولاد والأطفال الذين يحلمون بغد أفضل بلا حروب ولا فوضى. إن أبناء هذه المنطقة الآن يخوضون حربا غير متكافئة، ويواجهون العتاد العسكري الحوثي بأسلحتهم الشخصية، باعتبارهم أبناء قبائل مقاتلة ومسلحة، يعني تسليحا تلقائيا وطبيعيا. ومع ذلك عندما أتواصل بالشباب وبالأبطال في الميدان يؤكدون لنا أن إصرارهم وثباتهم وقوتهم أعلى مما يتوقعه أي أحد، وأكبر من الخذلان، وهم صامدون وجازمون ومصممون أن الحوثيين لن يدخلوا إلى هذه المنطقة.
وأن المقاتلين من كل أبناء المديرية بعدد الأحجار في هذه الجبال الشرقية لمديرية كشر من كل أبناء حجور وهم بالمرصاد لأي تقدم، وأجزم لكم أنه لن يستطيع الحوثي الدخول إلى هذه المنطقة. صحيح أنه ستكون هنالك مأساة، سيكون هنالك نازحون، سيكون هنالك وجع كبير وخسارات في الأرواح وفي الممتلكات، لكن ذلك يهون من أجل هذه البلد التي نحلم بها ونعمل أن نعيش على ثراها مواطنين صالحين متساويين في كل الحقوق. الحوثي البارحة كان أعنف هجوم له على هذه المنطقة واستخدم كل الأسلحة الثقيلة وحاول التقدم على القبائل من أربع أماكن، لكنهم صدوه وكسروه وأصبحت جثث تكلاهم تنعشها الكلاب في الجبال، ولم تكون نهاية الحوثي إلا على عيد هؤلاء الأبطال إن شاء الله. وسوف يرفعون علم اليمن هم في كل قمم اليمن، ابتداء من قمم حجور في كشر وحتى قمم صعدة وعمران وصنعاء وطمار وكل اليمن. نعم، إذن ابقى معي سيد عامر. مشاهدينا سنذهب الآن لمتابعة تصريحات من عن جانب المأساة الإنسانية بلسان الضحايا المتضررين أنفسهم، نتابع سويا. يمكن 30 جريح، وهذا الصاروخ انتشر في الأرض، يعني المحل حقه حوالي حق 7 سنتي 8، ولكن الشظايا تمكنت في المخيم كامل وقتلت. حتى أنا عثرت على جثة ولد صغير راقد في أحلى نومه، ما لقيتش راس له، لقيت راسه مفشق، شلته ورحت دفنته خلف البيت. الميليشيات الحوثية تستهدف البيوت، المنازل، المخيمات وهم نائمين، الشيوبة والأطفال والنساء بأي ذنب لهن، قتلوهن وهن نائمين. مستهدفين المواطنين فقط، بل ما فيش عندنا لا جيش ولا شيء، مستهدفين المواطنين فقط، بل بقذيف الهاون لنا يمكن أسبوع وزيادة، أكثر عن 30. استهدفنا من يوم أجينا هنا، بس البارح قتلونا، قتلوا يمكن 4 أصابع. لجأوا الميليشيات الحوثي إلى إرسال 4 قذائف على المواطنين من أطفال ونساء، بما أدى إلى 8 شهداء من النساء والأطفال و13 جريح. هؤلاء ميليشيات الحوثي لم تقدر على مواجهة الجيش الوطني، فلجأت إلى إرسال قذائف على المواطنين الآمنين في بيوتهم في منازلهم، وهم لا يستطيعون الخروج إلى أي مكان، إنما الجبهات محيطة بهم. ولناشد كافة، ولناشد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، ولناشد نائبه علي محسن الأحمر، ولناشد الملك سلمان وولي عهده إلى توفير مكان آمن إلى السكان حتى بعد. إذن مشاهدينا نعود الآن للسيد علي الحجوري الفنان اليمني. سيد علي، يعني استمعت معنا لتصريحات الناس المتضررين أنفسهم في هذه المأساة، يعني نتساءل هنا، يعني كيف تنظر إلى دور منظمات الإغاثة في التعامل مع قضايا كهذه ومعاناة إنسانية؟ نحن لم نرى إلى الآن أي تحرك ولو بسيط ولو إعلامي مع قضية حجور من خلال المنظمات الإنسانية. وعلى ذكر الأخوة الذي سبقوني، تذكرت أيضا المأساة التي حصلت قبل يومين، مأساة حرب والنازحين الذي حصل لهم، أن الجيش الوطني بعد أن أخرج مجموعة من النازحين من أماكن خطيرة في القصف ونقلهم إلى أماكن أخطر، وتمت مأساة عظيمة وقذائف وراح الكثير من الشهداء والجرحى. نعم. وظلوا النازحين يمشون يعني كيلومترات كثيرة بين حرارة الشمس، ولم تتحرك أي من السيارات الموجودة للمقاومة لنقل هؤلاء الأطفال والنساء، الذي ما فيش بيت ولا أسرة من حرب إلا وحصل فيها جريح أو قتيل. وما كأن الأمر يعني، وهذا وأنا أحمل السلطة المحلية التي لا تنتبه إلا لأمور خاصة بها. نعم. عندما فتح لهم المنفذ التجاري فحاولوا أن يشغلوا أنفسهم بأشياء أخرى بعيدة كل البعد عن آلام وما يحصل للناس من
من آلام ومن حرب ومن مآسي. نعم، لكن سيد علي، هو في مسألة المنظمات الحقوقية كان هناك تصريح أو بيان لمنسقة الإغاثة، هي يعني ذكرت أن هناك يعني مجزرة حدثت في المخيم وحددت أن هناك 8 قتلى وعشرات الجرحى، لكنها لم تسمي من الفاعل. يعني كيف يعني برأيك كيف تنظر إلى يعني تعامل المنظمات الإغاثية مع هذه الأحداث؟ المنظمات الإغاثية في اليمن كلها منظمات مشبوهة، وأعمالها من باب رمي الرماد على العيون وأننا نقوم بأعمال، ولكن أنا تواصلت شخصيا عندما طرحت لي موضوع الحلقة عن المنظمات الإنسانية، فتواصلت مع أشخاص من نفس المنطقة من نفس المكان الذي حصل فيه هذه الكارثة. قالوا لم نرى منهم ولم نسمع منهم أي شيء، وإنما كلها حتى عندما يصرحون تجد أنهم يعملون لأجندة معينة بعيدة كل البعد عن ما يعانيه الشعب اليمني. نعم. في هذه الحرب التي أخذت الأخضر واليابس ودمرنا اليمن بحجج واهية، ويعني ولو كان على الطريق طرفة واحد أنه قال لك انحرق بيته كامل، قال تمام، هو هذا الحريق تمام للكتل، الكتل حرق البيت كامل على شوية كتل، فهولا دمروا البلد كاملة من أجل حجج واهية. لكن الله سيتدخل، أو اليد الإلهية ستتدخل لإنقاذ هذا الشعب المسكين، وهم يضربون حساب كل شيء إلا حساب المكر الإلهي الذي سيمكر بهم. وأبشرك أنه الوضع السياسي أو الأوضاع السياسية هو أوضاع مفاجآت، ربما يحصل الليلة أمر يغير الله المعادلة كاملة ويفضح الله كل من تآمر وقف ضد هذا الشعب المسكين. نعم، إذن ابقى معي سيد علي. أعود للسيدة نبيلة سعيد الناشطة الحقوقية. سيدة نبيلة، يعني لو تحدثنا معك عن دور المنظمات الإنسانية، ربما لو قرأت بيان منسقة الإغاثة فيما حدث في المخيم، هي ذكرت أن هناك يعني 8 قتلى وعشرات الجرحى، لكنها لم تسمي الفاعل، بينما معظم الناس يعني يعرفون من هو الفاعل، والناس أنفسهم الذين تعرضوا لهذه الجريمة يعرفون من هو الفاعل. الكل يتأكد أنه من اللحظات الأولى لاتساع خرق الانهيار الإنساني في اليمن، ولم تصدق منظمة حقوقية أو إغاثية حول إصدار تقرير رقمي إحصائي لعدد المتضررين في اليمن. لم نقرأ حتى لم نقرأ شيء، يعني هكذا نستطيع أن نقول عنه أنه تقرير ميداني حقيقي مهني في يصف الأحداث أو يصف الوضع الإنساني في اليمن بشكل منصف ممكن تتفاعل معه أو يتفاعل معه الرأي العام. هذا أولا. وما يدار الآن وما يكتب هو فقط إزاحة قليل من ماء الوجه فقط، حتى لا يقال أن هذه المنظمات مرت من تحت هذه الحادثة دون ما أن تكتب حتى سطرين. فالأمر مؤسف للحقيقة، مؤسف جدا، يعني أن هذه المنظمات تشتغل في حقل العمل للإنسان ومناهضة حقوق يعني والعمل لحقوق الإنسان، وتخرج خاصة في اليمن من دون أن تصدر حتى ما يشفع لها أمام الرأي العام، وما يشفع لها أمام مهنيتها وأمام الأعمال التي تقوم بها من آلاف من مئات السنوات. نعم، لكن سيدة نبيلة، يعني الناس اليوم في منطقة حجور يحاسبون على مواقفهم الوطنية، يعني لوقوفهم مع الشرعية، يعني كما ينظر إليهم الحوثي مساندتهم للشرعية والتحالف، وبالمقابل يلاقون هذا الخذلان. يعني كيف يعني تنظرون إلى هذا الموقف المتخاذل من قبل التحالف والشرعية؟ البقعة اليمنية إذا صح التعبير، البقعة اليمنية كلها خاصة مناطق الحصار تعز، عدن، الحديدة، هذه المناطق ما زالت حتى هذه اللحظة ترفع لواء الشرعية وتنادي باليمن الاتحادي. هل هي ضريبة ما تعانيه أنها ترفع هذه الراية؟ يعني هذا سؤال محرج للشرعية وسؤال أكثر إحراجا للتحالف التي ادعت انها قادمه لتحرير اليمن من ربقه ميليشيات الحوثي المسلحه التي اختطفت الحياه من افواه اليمنيين. نحن امام مشهد لا يعني ليس له وصف الا ان هناك فعلا ضوء اخضر
للميليشيات أمام الرأي العام الدولي والأممي والعالمي حتى بحضور المبعوث الأممي، أن هناك فعلا ضوء أخضر لهذه الميليشيات يعني تعيش في الأرض اليمنية فساد دون أي رقيب ودون أي تفاعل ودون أي يعني خطوات جادة ومسؤولة. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر السيدة نبيلة سعيد ناشطة حقوقية، كنت معنا من إسطنبول. وأعود لضيفي عامر السعيدي. سيد عامر، يعني أنت أحد أبناء هذه المنطقة، يعني هل لديك معلومات عن وصول إغاثة إنسانية لهذه المناطق ولو حتى بالحد القليل؟ للأسف الشديد لا توجد أي إغاثات أو مساعدات للمنطقة، ولا توجد حتى طريق لإيصالها، ولكن أبناء المنطقة بتكاتفهم وتلاحمهم مع بعضهم يفعلون المستحيل من أجل ذلك. والمنطقة عموما منذ بداية الحرب هي مقر لنزوح عشرات مئات وآلاف الأسر من مناطق التهامية على الحدود مع السعودية في حرب وفي ميدي وفي عرس وفي مستبع. في المنطقة آلاف النازحين منذ 4 سنوات، هم الآن مهددين أيضا بالنزوح مرة أخرى، بالإضافة إلى ما سيلحق بأبناء المنطقة من نزوح وتشريد وتدمير لبيوتهم. لم تتدخل حكومة رئيس هادي، ولم تصل أي مساعدات لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعول أبناء المنطقة على هؤلاء لأنهم أصلا سبق وأن خذلوا عدة محاولات لأبناء مناطق مختلفة، وخذلوا المقاومة والجيش الوطني الذي يقاتل من أجلهم وتحت رايتهم. حتى الآن الجيش الوطني نفسه بلا مرتبات منذ 6 أو 7 أشهر، فكيف بهم سيأتون لمساعدة هؤلاء الناس الذين خرجوا على صمتهم وخرجوا على حصارهم وانتفضوا من أجل حريتهم وكرامتهم وعرضهم وبلادهم عندما حاول الحوثي أن يفرض سيطرته وسلطته على هذه المنطقة بوضع النقاب والتمترس بالجبال ومحاصرتها من يمين الشرق والغرب، لكنهم رفضوا كل ذلك واعتمدوا على أنفسهم، وهم حتى الآن يعولون على أنفسهم أكثر من غيرهم، ومصممون ومصرون على الانتصار، وسوف يكون الانتصار حليفهم بإذن الله، حتى وإن تخاذلت الشرعية، حتى وإن لم يقف أحد معهم، أثق أن أبناء هؤلاء المنطقة سيصنعون فارقا في تاريخ اليمن، وسيكونون عنوانا عريضا للحرية والكرامة والتضحية من أجل هذه البلاد ومن وضد مشاريع التسلط والجمع أيا كان منبعها. نعم، إذن ابقى معي سيد عامر، وأعود لضيفنا سيد علي الحجوري. سيد علي، يعني هل يمكن القول اليوم، أو يعني عفوا مشاهدينا سننوه، أن السيد علي الحجوري سيعود عبر الهاتف بسبب مشكلة في الإنترنت؟ يعني كما رأيتم صورته ليست بالشكل الجيد بسبب مشاكل في الإنترنت. أعود إليك يعني سيد علي، يعني سيد علي، يعني برأيك هل يمكن القول أن حجور اليوم يعني بالوضع الذي كانت عليه محافظة عمران سابقا والزرانيق، وأنها تعرضت لنفس الخذلان الذي تعرضت له عمران والزرانيق سابقا؟ بداية أنا لا أحب أن أبص في التفاصيل كثيرا، لكن الرؤية العامة أنه خلال 4-5 سنوات من الحرب، والله لو كان لدينا شرعية صادقة مع وطنها مع شعبها لما تأخرت الحرب هذه الفترة. نحن أحيانا نرمي بهذا أنه التحالف، أن هناك أجهزة أخرى، لو وجدت مهما كانت الأجهزة الأخرى التي لدى التحالف، لو وجدوا أن هناك حكومة صادقة مع شعبها مع وطنها ما استطاعوا إلا أن ينفذوا ما تريد هذه الحكومة، لكن وجدوا مجموعة من الناس التي لا تسعى إلا لمصالحها الخاصة. نعم. وعلى الطريق يدوروا مصلحة الشعب مصلحة الوطن. خذلت قبلها عتمة وخذلت عمران وخذلت صنعاء، وستخذل كل منطقة حتى بعد حجور. ولكن أنا أقول وأكررها أن حجور هي المسمار الأخير في نعش هذه الشرعية. سيكون تعاملنا مع الشرعية المتواجدة في الرياض تعامل آخر، ليس نحن نحاول أن نبرر، نحاول أن نقف، نحاول أن نحسن الصورة لهذه الشرعية لأنها شرعيتنا في الأخير، لكن
المواقف تثبت أن هذه الشرعية شرعية كرتونية لا تصلح لأن تحكم حارة، ناهيك أن تحكم بلد ووطن. أي حكومة وأي شرعية وهي عايشة في الغربة يا أخي، ما في شرعية اسمها مغترب إلا عندنا. لماذا لا يعود يحكم البلد من داخل اليمن؟ لماذا لا نرى مواقف فعلية لهذه الحكومة؟ ولذلك مهما صرخنا ومهما صيحنا لن نتغير. لكن سيد علي، هنا تساؤل، إلى أين ستتجه الأمور في حاجور بنظرك؟ نحن معتمدين بعد الله عز وجل على 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 ثبات رجالها، ونحن والتاريخ يشهد، تاريخ هذه القبيلة أنها تاريخ مشرف، لأنهم حتى وإن اختلفوا، طبعا كانت هناك تحصل خلافات كبيرة بين أبناء القبيلة، لكن عندما يأتي الغريب تجد أنهم يتوحدون على قلب رجل واحد، وأن فيهم من الشجاعة ومن الصلابة ومن الصبر والنفس الطويل ما لا نتخيله، وستسطره الأيام وسيسطره التاريخ، وأنا واثق أن النصر قريب، وستذكر هذه الكلمات بإذن الله أن حجور ستنتصر، وإن خذلت الشرعية وإن خذلها من خذل سيكون الله معها بالله ثم برجالها وبصدقهم وبتوحدهم بإذن الله تعالى. نعم، إذن ابقى معي سيد علي. أذهب لي ضيفي عامر السعيدي. يعني سيد عامر، نتساءل نفس السؤال الذي وضعناه على السيد علي الحجوري، إلى أين تتجه الأمور في حجور بنظرك؟ سيد عامر، هل تسمعني؟ نعم، إذن الاتصال بالسيد عامر السعيدي يبدو أنه فقد. سنذهب لمشاهدين متابعة هذه الاستطلاعات حول الحالة الإنسانية في حجور ودور المنظمات الإنسانية، نتابع هذا الاستطلاع ومن ثم نعود. يصعب على المنظمات الدولية التدخل في هذه المناطق، وذلك لصعوبة المنطقة وللتجارب السابقة التي قام بها الحوثيين في تهديد هذه المنظمات والاعتداء عليهم. فهذه الجماعات كما لاحظنا خلال الأربع الأعوام الماضية أنها لن تحترم ولم تقدر أي عمل إنسانية، سواء من الطاقم المنظمات أو غيره. لذلك من الصعب على المنظمات الدولية الدخول ومساعدة النازحين، رغم هناك الآن مئات الأسر النازحة، لذلك يصعب التدخل من المنظمات لعدم احترام جماعة الحوثي طاقم العمل الإنساني. بالنسبة لما يحصل في حجور هي إحدى المناطق اليمنية المنكوبة والتي اشتدت وتيرة الصراع فيها مؤخرا، والتي ينبغي للوقوف بشكل جاد أمام ما يحدث في حجور من تهجير قسري للسكان ومعاناة وتشريد يتعرض لها المدنيين من أبناء هذه المنطقة المنكوبة بسبب تفاقم الصراع فيها من أطراف النزاع. تواجد المنظمات لابد أن يكون هناك دور فاعل على المستوى الحقوقي في رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في حجور، وكذلك دور للمنظمات الفاعلة في الإغاثة وتقديم المساعدات للنازحين والمخيمات الإيوائية التي قد تخفف نوعا من المعاناة التي يتعرض لها المدنيين. الصراعات في منطقة حجور بحقة الصراع بين الشرعية والانقلاب من مادة إلى انتهاك الحقوق الإنسانية، ولا يوجد دور للمنظمات المجتمع المدني ولا المنظمات الدولية من ما حصل من تهجير ونزوع للمواطنين بسبب الصراعات القائمة حاليا في منطقة حجور، والسبب الانتهاكات كانت واضحة من تهجير للمواطنين بعدة مناطق في منطقة حجور، قتل الأطفال والنساء. المنظمات المجتمع المدني لم تصدر أي بيانات، ولا المنظمات المجتمع الدولي. لابد من تواجد المنظمات لإنقاذ أبناء المنطقة من هذا الصراع التي تمثله الميليشيات الإنقلابية على الوطن. إذن مشاهدينا سنعود الآن، وينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن منسق عام الإغاثة سيد جمال بلفقي. سيد جمال، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد جمال. يعني هناك الكثير من العتب عليكم كحكومة في مسألة الجانب الإغاثي في حجور والمخيمات التي تتعرض للاستهداف بين فترة وأخرى في تلك المناطق. يعني سيد جمال، يعني أنتم كحكومة ما الذي فعلتموه أو قدمتموه حتى الآن للنازحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
الحقيقة اللي حصل بالنسبة لقصف مخيم في الحجور من قبل ميليشيات الحوثي هي طبعا ليست الأولى اللي تم القصف إليها، ولهذا الصمت الدولي في حيال هذا الموضوع بالذات دليل واضح. نحن في اللجنة العليا للإغاثة عملنا بيان استدانة كاملة، ونحن استنكرنا عملية التصريح للسيد ريزق بعمل القصف الإجرامي للمناطق النازحين الذي هم يفترض أن تكون لهم في مناطق آمنة، وأن تكون من ضمن اتفاقيات السويد أن المناطق هذه لن يمس النازحين. طبعا وصول القبائل في سواء كان في النازحين وقبلها قبل فترة في منطقة الخوخة وخلال الأيام الماضية في قصف صوام الغلال، هذا دليل واضح ان ميليشيات الحوثي لن ترضخ عمليه السلام بقدر ما انكشفت الاوراق امام المجتمع الدولي بان هذا الادعاءات حرب ليس ادعاءات سلام، وان الحكومه تمد يدها من اجل مواطنيها من اجل فتح القنوات لايصال الاغاثات من قبعه الامم المتحده وقبعه المنظمات الدوليه لايصال هذه المساعدات التي تؤخذ تقريبا اغلبيه المساعدات التي توصل اليها للمناطق التي تحت سيطره الحوثي، وهذا يجب الضغط تسمى الاشياء بمسماتها والضغط بشكل كبير واساسي للمنظمات الدوليه من قبل الامم المتحده لايصال المساعدات للمناطق التي لا توصل اليها توصل اليها قبعات الامم المتحده او نزل مكاتبهم للمحافظه الاقتصاديه لعدم احنا استعداد كامل لايصال المساعدات لجميع المحافظات من خلال 22 منسج بري وبحري ممكن لإيصال المساعدات للمناطق التي تحت سيطرة الحوثيين عبر شركاء موثقين من منظمات المجتمع المدني. نحن باستمرار نحن ندعو جميع المنظمات الدولية بعد نهاية الربع المتحدة توصل في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي وعملية كذلك أن حماية المدنيين العزل من سيطرة الحوثي ومحاصرتهم، وكذلك من أجل الضغط عليهم بعملية جذبهم في الحروب. نعم، لكن سيد جمال هذا بالنسبة للمنظمات، يعني ما الذي يبرر غياب دور الدولة في القيام بواجبها في إغاثة الناس المتضررين من الهجوم الذي استهدف المخيم في كشر؟ طبعا نحن باستمرار نحن بعلاقات نحن كمنسك نحن باللجنة والإغاثة هي جهات تنفيذية ليس جهة استلام إغاثات وإيصال إغاثات. نحن باستمرار جلسنا مع محافظ حجة وجلسنا مع بعض المحافظين بالطرق اللي توصل إليه المساعدات، وأي مساعدة توصل عن طريقهم يتم إيصالها أحيانا، لكن قد تكون إيصال المساعدات بشكل يعني ليس بشكل كبير لأن الإغاثات دائما هي بشكل كبير توصل عن طريق المنظمات الدولية. نحن في جهد يكون في قصور، لكن القصور ليس قله الامكانيات ليست عمدا، لكن نحن دائما ندعي ان تكون دائما مراكز النازحين يكون فيها حمايه خاصه ويكون فعلا في مناطق خضراء لعدم لكن الميليشيات الحوثيه لا تلتزم حتى في المعايير عمليه عدم المساس من حول النازحين العزل. نحن نطالب من الامم المتحده ونطالب من المنظمات الدوليه انها تسمي الاسماء بمسمياتها، ولازم تتوضح للعالم بانها انكشفت ورقه الانسانيه بالنسبه للحوثيين، وانها بدات تستخدم الورقه الاخرى هي ورقه الضغط على المواطنين اللي تحت سيطرتهم لعمليه يعني السيطره على الارض بشكل ليس انساني ولا هو خارج عن كل القوانين الدوليه. نعم، إذا وضحت الفكرة. أشكرك سيد جمال بالفقي منسق عام الإغاثة في اليمن، وأعود إلى سيد علي الحجوري. يعني سيد علي في يعني أو ليس تساؤل وإنما نترك لك الفرصة، يعني رسالة تود قولها للحكومة وأيضا للمنظمات الإغاثية فيما يخص حجور. رسالتي للحكومة الشرعية أن لن يجدوا اطيب من هذا الشعب في تقبل اخطاء من يحكمه على طوال السنين الطويله التي مضت. نحن ما زالت قلوبنا واملنا بعد الله في هذه الشرعيه، نحن لم نغلق الباب، لكن هي المواقف التي اوصلتنا الى هذه الحاله من الياس ومن كثره ما خذلوا هذا الشعب في كثير من المواقف. يا رجل حتى لم يخرجوا حتى بتنجيب او شجب او استنكار لما يحصل، ولم يكن هناك بيان رسمي لما يحصل،
وإنما ترى أنه أفراد من هذه الحكومة يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي. ونحن نوجه رسالة أن هذا الشعب لن يخذلكم مهما خذلتموه. نقول لكم نحن منتظرين لأن تقفوا وقفة جادة مع أبناء الشعب اليمني في محنهم، في حروبهم، في مشاكلهم، وأن تعيدوا صياغة وتعيين من توكلوهم على مجالس المحلية في المحافظات، أن هؤلاء ما أتوا إلا للاسترزاق. وهناك كانت من الأمور والأشياء التي كنت إعلانها، ولكن كان الموضوع حول حجور وما حجور، فنقول لهم اليوم حجور يسطر ملاحم ومواقف يشكر عليه. نريد منكم أن تقوموا بواجبكم، بواجبكم الذي سيسألون عنه أمام الله عز وجل. ونداءي ورسالتي إلى المنظمات المدنية وإلى المنظمات الإنسانية أن اليمن اليوم يمر بمأساة عالمية، وأنه داخل إلى مجاعة إن لم يكن قد وصل إلى مرحلة لم تصلها أي دولة من 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 الانهيار التام في كل جوانب الحياة. ولن يغفر لكم التاريخ إن خذلتم هذا الشعب الطيب الذي لا يستاهل منكم هذا الخذلان. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيد علي الحجوري الفنان اليمني المعروف، كنت معنا من الرياض. وفي الختام مشاهدينا أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا جمال بالفقيه منسق عمل إغاثة من اليمن، شكرا له. والشكر أيضا لعامر السعيدي الشاعر اليمني، كان معنا من محافظة مأرب. والناشطة الحقوقية السيدة نبيلة سعيد، الشكر لها، كانت معنا من إسطنبول. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وفي التنسيق والمتابعة الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.